اليوم حلقتنا رايحة تبدأ مع الفنانة نعيمة عبابسة، المعروفة عند العائلات الجزائرية بأغاني الأعراس. ربي يستر. مجدي لها شوية مقالب، ربما إن شاء الله جوز على خير، مي ما تنعسيش، دوك نوضك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نقاش جريء، حصتنا اليوم تطل عليكم يوميا. نستضيف فنانة لطالما قيل عنها الكثير في تصرفاتها، وقيل أيضا أنها همشت من طرف السلطات الجزائرية، أرادت أن تقلد هيفاء وجب. هيفاء وجب مسكينة. في احدى القنوات الخليجيه لما استضفتها في حصه كن جريء، ما شفت 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 يعني الجمال مصطنع، ما شفتش الجمال. جمال ما نشوفش جمال، ما جمال الا جمال الروح حبيبي. انا مراه في حياتي من روح للحفافه ما ندير تفارتي، انا متفارتي كنا موسى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في نقاش جريء، حصتنا التي تطل عليكم يوميا، نستضيف فنانة لطالما قيل عنها الكثير في تصرفاتها، همشت من طرف السلطات الجزائرية، أرادت كما قيل في إحدى الجرائد أن تقلد هيفاء وهبي من خلال عملية تجميل. نعيمة أهلا بك في نقاش جريء. مساء الخير. نعيمة عبابسة تحب هيفاء وهبي من خلال الجمال أو من خلال الصوت، وين تشوف نعيمة عبابسة تشوف هيفاء وهبي خير؟ في الفن او في الجمال؟ هيفاء وهبي يعني مانيش في الفن كصوت، هيفاء وهبي كصوت ولا هيفاء وهبي كجمال؟ انا نحب اغنيه جزائريه، وحتى الفن الشرقي نسمعوا عندنا فلا اختي، عندنا ورده الجزائريه، عندنا الله يرحمها. وفلا يعني تشوفي فيها باللي صوت مميز؟ لا، صوت فلا صوت من اجمل الاصوات في العالم العربي. فلا من اجمل الاصوات عربيا، ولكن ما درت والو على شيء. ولا ما درت والو، تدخل فيسبوك وتدخل واسمه وتدخل ادخل لا ادخل يوتيوب. يوتيوب شوف يعني خلينا ادخل درت ما درت والو مثلا. انت تهضر عليها باسمه جورج وسوف، قال لهم ولا انا سلطانية سلطانة الطرب العربي. انت دوك تجي تقول لي فلا ما درت والو، ما درت والو ماشي كيفاش راك عايش في الخليج، ماشي ماشي فلا ما درت والو، ماشي واش غادي تهضر معاهم، غادي تهضر معاهم واش الهضره هذه. انا عند هيفاء وهبي انا كمان نخدم في الشغل ونخدم في الحوايج، انا من عند هيفاء وهبي، انا من عند هيفاء وهبي، انا ما راح اقصر، انا ما راح اقصر من حقك يعني، ما عادي. انت قصرت يا اخي، شو هالعمايل شو هالكلام الفاضي هذايا. لا اونتوكا يحبوها ولا ما يحبوهاش، كي تطلع شخصان وتشد الميكرو بغض النظر على تصرفاتها ولا راح نتكلم على التصرفات. نتكلموا على التصرفات يعني، تشوف يعني انه التصرفات هذه تاع فنانه جزائريه تمثل الجزائر. وش من تصرفات؟ وش مسح وش من تصرف؟ وش انت قلتي بعيدا عن التصرفات، انت تكلمتيها بنفسك يعني بعيدا عن التصرفات. حتى تصرفات الناس يهضروا عليها، فيلموها تبكي في 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 الموت ديال الورده، داروا عليها 2 مليون دو فيو. لو سكاندال دو فلا باسكو بكات على ورده ودموع صحيحه. انا ما دخلتش في مخها ودرت لي درت لها بصل، ولكن اختك هي بكات على من داك الشيء، بكات على ورده بزاف، بكينا كاع والجزائر كاع بكات على ورده. انا بكيت يا اخي، ما بكاتش على ورده، هيبوكريت. هيا تحب نقول لك هكذا، ما بكات على ورده، ما تعرف تغني، ما بوزي لي دي كيستيون عليا دوكا، فلا ما تعرف تغني، فلا هذه ماشي جراء، هذه راك خير يعني. اكي نشوف نوع من الغيره يعني. من الغيره من مين؟ من فلا. مسكين. هناك من قال في كلام انه بنتك دخلت الجامعه انك انت غنيتي العرس لاساتذتها. شكون خليك هذه الهضره هذه؟ ما كاينش كامل منها. في وسط زميلاتها في كليه الحقوق. لا 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 مسكينه لا. وزين نقول لك لا ما جابتش العام سيبون. حبت هي تغني. يا ريت كان عندها صوت تغني، على ما تغنيش. علاش الغنى ثاني ما عيب. ربما 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 لو 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 تغني ما عندهاش فن موهبه، ربما لو تغني ما كانش كليه، ربما لو تغني راح تكون فاشله كما والدتها يعني في الوسط الفني. فاشله انت تقول فاشله، انا ما نغنيش، سقسي يمك تقول لك ولا انا فاشله. كاين ابار شاب كون جبتها تجيبها هيفاء وهبي تغني لك في الزوج ولا في عراسكم، نديروا في دبي بريمير. خلاص نديروا في دبي ونجيب محمد عبدو صديقي المقرب يا خويا انا ومن بعد جيب يماك تشطح الخليجي. يماك لازم تهز المحزم خويا، لازم تجيب لها الازهر الجلالي وتجيب لها البنادم باش تهز المحزم. واش محمد عبدو راح تشطح الخليجي يماك؟ اسمح لي افيك تو مي ريسبي سي سا. تحب تزعف زعف. نعيمة بعد ما قالت هذا الكلام على والدة محمود
رايحين نستغلوا هذه الفرصه ونزعفوا منها. اطبري راسك يما نشطح في العرس. يما نشطح في العرس. وانسى كاع يشطح في العرس. يما نشطح في العرس محمد عبدو. بصح بالك يا نعيمه لا تقطعي المحمود خبزته. شي با تو لاغي لا مانيير دو ريديكوليزي زهيده. والله العظيم ما تجيش كاع تحيطي لي. لا جيبي لها الرجل اللي بينا بيطق في الرخص. يما ما تشطحش في العرس. يما تشطح محمد عبدو الخليجي. مش كونتيني با لو 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 كملش. من بعد كي تجي تبي تعطيني بطاقة الرخص خويا. ما ديتهاش معاه ما اسمو اخو الكبري تدي لي خير بطاقة الرخص. ايوا ما بياش نو سي با هذا ماشي سي با دي كيستيون تو ما تبوزي اسمح لي افيك تو مي ريسبي. عبد باللي قال لي الإدارة قال لكم ما تكملش لي ميسيون تروح تروح تبدا لي خبز تي. ها؟ وكان ما تكملش لي ميسيون تروح تروح. ما تعرفش ما تزعلش ما تزعلش. والله غير جرتي بختها مربوحة. ربحت عليك. كيفاش؟ جرتك مربوحة ربحت عليك في الأول نزيد نربح عليك أنا. مازالك تعطي كيفية. مازالك تعطي كيفية. بصح بالك يا نعيمة لا تقطعي المحمود خبزته. باين عليك حنينة. ومحمود يلعب الدور تاعو. قلت له اسمح لي قلت شي مربوح قال لي ربحت عليك ربحت عليك في اللبش. خلاص ما تبكيش لو تربي ما تبكيش. ما نقولوش والله ما نقول ديريكتور خلاص ما كان والو. باش تصون بيان صافا الحمد لله. اقرا اقرا صوره هكذا ولا ندخل لكم ثاني. وهنا تدخل رشا باه تقول نعيمة بلي أم محمود الله يرحمها ويبدأ فيلم الحزن. ديزولي يا اوكي اسمح لي بلي ما غير فريمون جي فريمون جي ميكسكوز اوكي اوكي انت اسمحي لي اوكي ارسل رشا. وحنا نقولوا لأم محمود الله يطول لك في عمرك إن شاء الله وسمحينا بزاف بزاف. هذه ما راهي غير كاميرا كاشي. يلا نوصلوا. أوكي نوصلوا نوصلوا. صباكي بيان مليحة. أوكي مشاهدينا عودة إليكم مجددا مع ضيف. مشاهدينا عودة إليكم مجددا في نقاشنا الجريء مع ضيفتنا الفنانة نعيمة أعببسة. نعيمة كما وصلنا نقاشنا وتكلمنا على فيلا تكلمنا على مشوارك في الأعراس. لماذا يقول الكثير أنه نعيمة تدي العرب بالعامية تدي العرب بزاف في الأعراس؟ كاين شي هذا ولا لا؟ وأنت العرس كامل عربنا باش نبلوكي لا دات أوبليجي يمدوا العرب ما يمدوش العرب غير أنا كامل اللي يخدموا العرس يدوا العرب. انا طالع لنا بالعربية الضيفة ديالنا نعيمة عببسة تابعونا. شتي؟ عطيت لك دراهم جبت ستوديو عطيت لك دراهم تعطيهم لها بجوج سوايع وانتم تهضروا. يا نهل ماشي عندك خويا راني صافر الملايين انايا لهنايا صافر الملايين بجوج سوايع وانتم تهضروا. وعطيت لك دراهم عطيت لك دراهم عطيت لها انتيا دراهم جبتها بالدراهم بجوج سوايع وانتم تهضروا. يا نهد والله ما البروبليم تاعي والله ما البروبليم تاعي يا نهد صرا واحد المشكلة هكذا ما قدرناش نكملوا. فهمت كي عطيت لها دراهم عطاني عطاني دراهم. سي با عطيت لك خلاص وانا حاسبني بلا فاكتور كلش خلاص نعطيها. شكون لا برودكتريس هذه؟ وي هذه هي. ما قلت لنا لا مس الخير لا والو لا علاش عطاتك؟ دوكا كي ما تكمليش يزيدوا لي كمل يلا كمل كمل يلا وراسك كمل. شحال عطاتك شحال؟ 50 50 مليون. من جاي يساعدك وراهم 50 مليون. شخصي بالله اللي راهي في تونس ودارت لك الموس هنا باش تعطيها دراهم. تضربي معاها وعلاش خاطك بالسيف عطيني دراهم؟ لا كي تضربي معاها كمل لي ميسيون راسك المراه العيداريه هذيك وانا نيرفوز.
والله غير نيرفوز من الضربه ولا كش من ديرها شي تري كامي جو سو تري نيرفوز اجا لاسا نعيطولها برك نعيطولها نعيطولها لا ما تعيطلاش اطلع هنا ما تعيطلاش راسك اطلعي ناهد اطلع ناهد 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 تسمحي لنا تسمحي لي مدام اوتون كو برودكتريس واش كون عامر بالو واش كون لي برودكتور لا اسم الخير لا مصباح لا هذا راه نعم بونجور سافو قالوا بعدين مش الخير صح يا ما جي با طون جي با طون لاي با و نافي با لو طون دو دير بونجور انا دمعت هضر معاك عطاني 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 45 مليون جو بونس كو 45 مليون جو لي ميريت نو صحيح لي باسكو تبكي كل دقيقه حقك كل دقيقه 45 مليون اي سي نورمال واخر حصالي تاع اليوم باسكو وعلاش نيل نيل وعلاش نيل نيل لا 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 زهيدة عيطت لي وزهيدة سيد لا مير وزهيدة ما دخلت لها ها زهيدة سيد اولى منك زهيدة سمحي لي سمحي لي زهيدة انا الدراهم انا نغطيك ونفرشك بدراهم سمحي لي ها معليش شديتهم ودوك نعطيهم لك سي بون انا كما عرفت زايده انا رجلي بزاف بزاف عزيزه لا لا والله انت والو انت زيرو معليش والله غير انت يا زيرو نقول لك حاجه جاب بورتونو ولا ولا سي تي تورمي تيرمين دون لا برودكسيون ما جابش فيها عبد الحمد انا قلت له لا لا باسكو انت تي مال البي انت البرودوي نو برودوي اوت شوز لو برودوي با لا لا الفنانين انا حبست اسني الفنانين نقول لك حاجه الفنانين الفنانين يفو 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 avoir une bonne relation avec les artistes d'accord ما انت اللي حرجتي باش يبكيني عاوزين نقول لك 45 مليون وما نعطيهم لكش سي بون ما غادي نخرج من تخرجي من 10 حسبوا عليهم انت عندك 45 مليون انت راك موقف وقبل ما تخرج حاسبني بدراهم هذوما هذا واش تفهم انا حق قبل ما نسرع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبليزير نو بلي فو ريفوار مدام انا مرة غير بشوشات يدي يشطحوا عند وتشي كما قلت نتاو يحزموا ونشوف غير العضرات جايتني انا بكتشوفها لهنا وديت شكرا عليا انا خدمت تقولي نجيب لك خمسه انا خمسه انا جي دي فات اللي خدمتهم باطل غير بالضحكه وبالبشاشه ديالهم باش تجيني نو جي با لو تان تان دي دارجون كون دارجون فارونجي تا تا تون فيزاج خير ديرو شبات هيفا وهبي يا ربي اسمح لي خليك تربي والله يا شابه ماشي مزعوقه مي لي موفيز لي تري موفيز نورمال بالي دابا شفت دول 40 سنه والله راح ندير العشاء نعطيهم لك قسما بالله جي باب اجيب تشوف صك شويه وعندني في الموت عطيها 20 مليون يوم لا على وجهها اعطيني تشوف صك لا سي سي بون ميرسي قسما بالله خلاص ورزق على الله لو ديريكتور جيب 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 جي اعطيني صك والله غير دوك نعطيك الدراهم واش نروح العشاء نزيد لكم 20 سنين هاك عم والله كاين 25 مليون اديهم هادو عربون نتاع عرس ماشي عربون نتاع عرس اديهم ولا عشا روح للدار تجيبك زايده نزيد لك 25 مليون ورميهم لها وزيد لها ثاني تخليك على وجهها والله يا بليز 20 مليون يا وقيله شحال نتاع شحال نتاع ليك بيوس راه راه هاي الوحده مع 10 ريحي سيلفو بلي راح نقول السلام عليكم خلاص خلاص راح نقول السلام عليكم نروح نروح سيلفو بلي ياك تعزيني ياك تعزيني انا عزيز عندك هاي خلاص مشاهدينا عاود اليكم مجددا في نقاشنا الجريء تم نقاشنا الجريء مع ضيفتنا اليوم واود من صديقي او زميلنا المخرج ان يظهر تقريرا لزميلتنا وضيفتنا الحاضره معنا في نقاش الجريء يوسف ديرو في الاكرون عندك ليكا نشوفوا التقرير الاخراني هو نرفني بعد غادني بيقولوا خا نرفتني بزاف مي سمحي لي حنا ما تزعتيش برافو زهيده صحة رمضانكم صحة فطوركم لكل الشعب الجزائري كل مشاهدين قناة النهار وليميسيون رانا حكمناكم فعلا حكموني حكموني تاع الصح انا كل يوم نقول جامي ما يحكموني في ضربه مي اليوم تاع الصح كواك طلع لي شويه السكر مسح سبا الحمد لله تري تري بيان برافو صحه فطوركم صحه رمضانكم هلا بضيوفنا كرام قصتي بنهار ويلا حكمنا ما تزعل ما تبكي